أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من المجلة السياحية. أنا أتصفح فيها مع حضراتكم كل ما يخص السياحة المحلية والعربية والعالمية، وأيضا نفتح فيها كل الملفات التي تتعلق بصناعة السياحة سواء في مصر أو في العالم. وكما عودنا حضراتكم دائما يكون معنا خبير من خبراء السياحة للتحدث حول موضوع الحلقة، واليوم سيكون مشرفنا في الاستوديو إن شاء الله الأستاذ الدكتور يحيى أبو الحسن، الخبير السياحي ورئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية، للتحدث حول السياحة الإلكترونية وما توصلت له مصر في هذا المجال وما لها وما عليها في الفترة المقبلة. ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار اسمحوا لنا نستعرض مع حضراتكم أهم الأخبار السياحية سواء المحلية أو العربية أو العالمية، واسمحوا لنا نبدأ بالعناوين. والعنوان الأول معانا: بعد نجاح مبادرة مصر قريبة، هيئة تنشيط السياحة تعلن عن إطلاق هاشتاج نلتقي في مصر. في إطار استعادة حركة السياحة بشرم الشيخ، بولندا تستأنف رحلتها إلى المنتج السياحي المصري. وقرار جمهوري بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الوزراء. أهلا بحضراتكم إلى تفاصيل الأخبار. هيئة تنشيط السياحة أطلقت هاشتاج جديد تحت عنوان نلتقي في مصر، وده بالتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب والذي لديه كيانات تنظيمية في 16 دولة عربية. جاء هذا الإعلان خلال تدشين الدورة الأولى من المهرجانات العربي للإعلام السياحي، والذي يأتي استكمالا لمبادرات تنشيط السياحة العربية في مصر، خاصة بعد نجاح مبادرة مصر قريبة. أكد مدير أمن جنوب سيناء أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال منظومة الرصد الأمني من خلال زيادة أعداد كاميرات المراقبة في شرم الشيخ وربطها مع مركز السيطرة والتحكم بمديرية الأمن لمتابعة الحالة الأمنية في المدينة. كما سيتم تكثيف التواجد الأمني في جميع المدن عامة وفي شرم الشيخ خاصة، ولكن بطريقة جديدة لا يشعر بها السائح، وهو في نفس الوقت تعطي الإحساس بالأمن والأمان. في إطار استعادة السياحة مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ، استأنفت بولندا رحلتها إلى المقصد السياحي المصري بعد رفعها الحظر عن الرحلات المتجهة إلى مصر، والتي توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية بصحراء العريش بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ. نتابع تقرير حول هذا الموضوع ونعاود لحضراتكم. جهود حثيثة تقوم بها الحكومة لدعم وتنشيط قطاع السياحة الذي شهد الكثير من الانتكاسات الفترة الماضية، حيث أطلقت وزارة السياحة العديد من الفعاليات والمبادرات لدعم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. من أهم ثمار هذه الجهود هي قرار بولندا بعودة السياحة إلى مصر بعد أشهر من منعها إثر حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء، مما يدل على استعادة مصر لأحد الأسواق المهمة للسياحة. الخبراء يرون أن الفرصة سانحة لمصر في هذا الوقت بعد تأثر السوق السياحي في تركيا عقب التمرد العسكري وسلسلة تفجيرات أثارت مخاوف أمنية، ما أدى إلى تقلص عدد من زوار تركيا هذا العام. كما يرى الخبراء أنه لا بد من الإعداد الجيد للموسم السياحي المقبل لتحقيق أكبر استفادة لمصر، وذلك من خلال خطوات مدروسة في السوق العالمي. كما يرى الخبراء أن أبرز تلك الخطوات
وضع خطة ترويجية جيدة للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية، وكذلك تنفيذ استراتيجية الوزارة لاستعادة الحركة السياحية خلال الفترة القادمة وتطوير منظومة العمل السياحي من خلال خبرات دولية. هذا ولا بد من دعم السياحة المصرية من منظور اقتصادي باعتبارها قطاعا انتاجيا يلعب دورا هاما في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، خاصة حيث أن السياحة حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية للإنسان. استقبل السيد ممدوح شريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب الخميس وفدا ماليزيا خاص بشركات السياحة الدينية برئاسة رئيس منظمة السياحة الأسيوية، وأكد شريف تطلع مصر للمزيد من التعاون بين شركات السياحة المصرية والماليزية، موضحا أن أهم المعالم السياحية التي تتميز بها البلاد خاصة المزارات الدينية ومنها مراقد لآل البيت. أكد وزير السياحة يحيى راشد أن السياحة المصرية حققت في الفترة الأخيرة تقدما غير أكثر من المتوقع، وده بيعكس أن الوزارة تسير في اتجاه صحيح نحو استعادة السياحة القوية مرة أخرى. وناشد راشد الإعلام بنقل الصورة الإيجابية عن مصر، لأن الأخبار التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام تؤثر في الصورة العامة عن مصر في الخارج، مطالبا وسائل الإعلام بالنقد وليس النقد الهدام ولكن البناء فقط. أيضا أعلن وزير السياحة يحيى راشد عن انطلاق المرحلة الأولى للبوابة الإلكترونية للسياحة المصرية، وأضاف الوزير أن الموقع سيتم تحديثه باستمرار لمواكبة أحدث التطورات التقنية في مجال الترويج السياحي، وسيعمل الموقع ب 14 لغة مختلفة حيث يتضمن عرض 250 منطقة جذب سياحي في مصر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، وينص قرار على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة. أعلنت وزارة الداخلية عن مد موعد استخراج صحف الحالة الجنائية المميكنة الخاصة بالحج لجميع الحجاج حتى يوم الأربعاء المقبل، ولأول مرة يتم اتخاذ هذا القرار بالحصول على البصمات الخاصة بالحجاج، وذلك للتعرف عليهم في حالة الطوارئ تداركا لما حدث خلال موسم الحج الماضي في حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكية والتدافع بمنى. تستمر شركة مصر للطيران بصرف تذاكر الحجاج بيت الله الحرام لحجاج القرعة والتضامن حتى الأول من سبتمبر المقبل، بينما يستمر صرف التذاكر حجاج السياحة حتى الخامس من سبتمبر، وتختلف أسعار حج هذا العام طبقا لنوعية ومدة الإقامة، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة محدودة تتراوح بين 4.5% إلى 10%، وذلك بسبب زيادة الضرائب التي فرضتها السلطات السعودية هذا العام.
في السعودية قرر مجلس الوزراء تعديل رسوم تأشيرات على الدخول للمملكة على أن يتم تطبيق هذه التعديلات من بداية العام الهجري القادم. وينص قرار مجلس الوزراء السعودي على أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. ونص القرار أيضا على أن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها 6 أشهر، و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان. حصل السوق الإماراتي على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الإيرادات السياحية خلال العام الماضي، وذلك طبقا لبيانات منظمة السياحة العالمية. واستحوذت السوق الإماراتية على 29.5% من إجمالي الإيرادات السياحية في المنطقة، والتي بلغت 54 مليار دولار. وجاءت السعودية في المركز الثالث، بينما حل لبنان ومصر في المركزين الثالث والرابع على التوالي. في تايلاند قتل 4 أشخاص على الأقل في سلسلة التفجيرات استهدفت 3 أماكن سياحية شعبية في جنوب تايلاند. رجحت الشرطة التايلاندية أن تكون سلسلة التفجيرات التي استهدفت منتجعات سياحية في جنوب البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيان هي أعمال تخريب محلية وليس لها صلة بأي جماعة مسلحة دولية. قال وزير السياحة الفرنسي إن عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب في الفنادق الفرنسية تراجع بنسبة 10% في يوليو مقارنة مع العام الماضي، وذلك بسبب الهجمات التي شنها إرهابيون في الفترة الأخيرة. وأضاف الوزير أن الأشهر 6 الأولى من العام شهدت تراجعا عدد الليالي السياحية 10% على أساس سنوي. أكد عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب النائب محمد عبد المقصود على ضرورة إعادة النظر في أسعار ورسوم المطارات المصرية مقابل الخدمات التي تقدمها المطارات، سواء كانت الطائرات الواردة إليها أو رسوم فيزا الدخول والخروج. وأضاف أن رسوم المطارات المصرية تتخطى ضعف الرسوم المتعارف عليها في المطارات الدولية. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد المقصود عضو مجلس البرلمان. أستاذ محمد، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يعني حابين نعرف تداعيات طلب حضرتك والتعليق حول هذه الرسوم التي وصلت إلى الضعف تقريبا. والله يا فندم، احنا كنا عملنا اجتماع في لجنة السياحة والطيران المدني مع مستثمري جمعية الاستثمار في البحر الأحمر وممثل القطاع السياحي، فكان من ضمن الطرح اللي اتقدم في اللجنة ان رسوم المطارات في مصر اغلى من كل المقاصد المنافسة، بتوصل التكلفة تقريبا في الطيارة الواحدة فرق حوالي 5000 يورو. نعم. ما بين رسوم الهبوط وخدمات الارضية اللي بتقدم والاقلاع وكده، وبالاضافة الى ان في مشكلة تانية ان سعر الوقود عندنا اغلى برضو من المقاصد المنافسة. نعم. يعني بيوصل للطن عندنا اعتقد حاليا حوالي 700 دولار او 705 دولار بالتحديد، وفي تركيا ما بيتعداش حوالي 450 دولار. نعم.
وبرضه في المقاصد المنافسة بيتراوح في يعني في هذا المعدل. فإحنا بنقول إن الرسوم دي يعني لما تبقى مصر أعلى بهذا الشكل من مقاصد المنافسة فإحنا بنفقد ميزة تنافسية وما بنبقاش على نفس يعني على نفس المرتبة معاهم في خطط التور أوبريتورز لما بيفكروا يشتغلوا. ومن ناحية تانية إحنا بنقول إحنا بندي دعم لطيران الشارتر. يعني حضرتك كنت يعني كان هذه الخطوة كانت الهدف منها هو المنافسة طبعا من زاوية تقليل التكلفة لأي طائرة تصل إلى مصر، وأيضا الهدف منها الأساسي هو تنشيط السياحة. بالضبط يا فندم، لأن أنا من ناحية تانية بدي دعم للشارتر، فطبعا أنا بدي دعم ليه طالما أنا رسومي أعلى؟ ما هو الدعم بيروح في فرق الرسوم ده. نعم. الشركة اللي بتاخد دعم على الطيارة مثلا 3-4 آلاف دولار هي بتدفع اوريدي قصاده حوالي 10,000 يورو او 10,000 دولار في بمقارنة مصر مع اي مقصد تاني. نعم. الطيارة هتروح له. نعم يعني هيك، وتم بالفعل تقديم الطلب للبرلمان لمناقشته. هو الموضوع مطروح في لجنة السياحة والطيران المدني، بالإضافة ان الموضوع ده سابقا تم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء وهو مشكورا يعني اكد ان ستتم مراجعه الرسوم في المطارات المصريه، وان شاء الله انا اتوقع ان الحكومه ممكن تتعاون معانا في الفتره في هذا القادمه. الموضوع. نعم نعم، يعني اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد عبد المقصود عضو مجلس البرلمان. مشاهدينا، ولتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعاود لاستكمال باقي فقرات مجله السياحيه. مقترحات عدة ناقشتها لجنة السياحة والطيران المدني للنهوض بهذا القطاع الحيوي وعودة الحركة السياحية في أقرب وقت. من بين هذه المقترحات المطالبة بتفعيل الحملة التسويقية بأسرع وقت، خاصة بعد الشكوى من سوء الصورة الذهنية بالخارج نظرا لغياب الحملات الدعائية والعلاقات العامة منذ ثورة 25 يناير. المشاركون طالبوا بإنشاء مجلس قومي للتسويق السياحي يمثل به مستثمر القطاع السياحي، علاوة على المطالبة بالنظر في أسعار المطارات المصرية غير التنافسية. كما قدم المشاركون دراسة مقارنة بين أسعار المطارات المصرية وأسعار الدول المنافسة من بينها أسبانيا وتركيا، والتي أظهرت أن أسعار المطارات والخدمات وأسعار البترول وتأشيرة الدخول وضريبة المغادرة للسائحين أضعاف الدول المنافسة، مما يؤثر على ارتفاع سعر الطيران إلى مصر بما يزيد على 125 دولاراً للفرد الواحد. وأكدوا ضرورة تعاقد الشركة المكلفة بإجراءات التفتيش بالمطارات المصرية مع شركة عالمية للتفتيش لاستغلال الاسم العالمي في الدعاية والخبرة ضمناً لاستمرارية الجودة وعدم الاكتفاء بالتدريب فقط كما يجري حالياً. كما طالبوا بمساواة السياحة بالصادرات واعتبار السياحة سلعة تصديرية بجميع التشريعات، والسماح بالحصول على تأشيرة الدخول إلى المطارات المصرية لكل من دول المغرب والجزائر وجميع الحاصلين على تأشيرة الشنغن أو أمريكا والحاصلين على إقامة سارية بدول الخليج العربي أسوة بعديد من الدول المنافسة والإسراع بتنفيذ التأشيرة الإلكترونية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. النهاردة هنتكلم عن مصطلح هو انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة في عالم السياحة، وهي السياحة الإلكترونية. يعني إيه سياحة إلكترونية؟ ما هي أسباب ظهورها بهذه الصورة؟ أسباب انتشارها؟ أسباب لجوء أغلب السياح لاستخدامها واللجوء ليها؟ ربما هناك أكيد بالطبع مميزات لهذه النوع من السياحة، وهناك أيضا بالطبع عيوب. كل ده هنعرفه مع أستاذنا الدكتور ضيفنا النهاردة يحيى أبو الحسن، الخبير السياحي ورئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نبدأ من البداية، كيف نشأ مفهوم السياحة الإلكترونية؟ في الحقيقة لو احنا اتكلمنا عن السياحة الإلكترونية إذا تاريخ يعني، فهنقول أن السياحة الإلكترونية بدأت الأول بالطيران. أهم نقطة دخلتنا في صناعة السياحة السياحة الإلكترونية هو الطيران، هو أول ناس استغنت عن التعامل المباشر بين المستهلك أو الزبون وشركة الطيران
مشكله ان هو يتعامل على طول مباشره من خلال الانترنت ومن خلال ان هو يدخل فيها. الكلام ده كان يبقى اذا السياحه الالكترونيه مرتبطه بالانترنت طبعا عبر الانترنت ارتباط كل جزئي ارتباط كل جزئي بالانترنت. الكلام ده بدا في اوائل التسعينات انتشر يعني بدا قبل كده طبعا بكتير لكن اوائل التسعينات بدا ينتشر انتشار حقيقي من القرن الماضي طبعا. نعم. طب احنا نفرق ازاي بين السياحة الالكترونية والسياحة التقليدية؟ يعني ازاي نعرف ان احنا حاليا في اتجاه الصحيح لان احنا نتبنى هذا النوع من السياحة وما يعود عليه من سلبيات او ايجابات على السياحة التقليدية؟ كويس. واحنا في لبس طبعا كبير جدا في كلمة سياحة الكترونية. كتير بتظن ان السياحة الالكترونية تعني ان السائح ممكن يزور المزار الكترونيا وده مش حقيقي خالص طبعا. السياحة الالكترونية هي التسويق الالكتروني والتسويق الالكتروني حتى يتم البيع الالكتروني يعني التسويق الالكتروني ده جزء من الحركه الالكترونيه الى ان يتم البيع كاملا من خلال الانترنت. وبالتالي احنا عشان نقول احنا دخلنا في عالم الانترنت او عالم السياحه الالكترونيه هنقول احنا ازاي بنسوق مصر وقد ايه من السائحين بيتموا العمليه السياحيه بتاعتهم بالكامل اللي هو البوكينج او الحجز بالكامل من خلال الانترنت. هو ده المعنى الحقيقي للسياحه الالكترونيه. فلازم نزيل هذا اللبس ما بين الكلمتين يعني. هو يعني المقصود بيها التسويق الالكتروني ان انا اقدر ادخل على موقع ما تابع للدوله او تابع للدوله انا عايزه ازورها ادخل اشوف الفنادق المزارات اللي ممكن اروحها تذكره الطيران الفنادق المزارات كل حاجه اقدر اخدها واقدر اشوفها واقارن واحجز. اهم حاجه بقى ان انا احجز دي يعني الحجز يتم من خلال الانترنت. طب وزارة السياحة مؤخرا أطلقت موقع إلكتروني يمكن من خلاله السائح يدخل للتصفح السياحي عبر موقعها. حضرتك مع هذه الخطوة أم ضدها؟ طبعا لا أنا مع خطوة 100% طبعا. مفيش شك إن احنا متأخرين جدا في إن احنا ندخل في هذا المجال بهذا العمق. نعم. إنما الأول عشان يعني نقدر نقيم الخطوة دي تقييم جيد لازم الأول نتفق إيه الهدف من الموقع. يعني الموقع عشان الدولة تصدر موقع سياحي يبقى لابد ان يكون لها هدف استراتيجي. استراتيجيه الدوله اكيد طبعا التسويق السياحي للبلد دي رقم واحد. لازم برضو نتفق ان الكلام ده مش هنخترع العجله. التسويق الالكتروني اصبح علم موجود وله خبراء وله دراسات وله يعني اسس واضحه. استقرت خلاص مش لسه هنسال. فبالتالي لما اجي انا ابص على الموقع اللي هو فعلا اقامته هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه مؤخرا انا بقول مرة تانية إن هو خطوة طبعا أنا أوافق عليها 100%. لكن لما يقيم بقى الموضوع أجد إن إحنا للأسف الشديد دخلنا من زاوية غلط. إحنا عملنا متحف جميل قوي حطينا صور جميلة جدا 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 عن مصر. الجودة بتاعتها عالية جدا نقول الريزوليوشن بتاعها عالي جدا. صور يعني أكاد أقول إن هي رائعة بحكم إن أنا يعني كان لي الحق إن أنا أكون أحكم عليها يعني. إنما ونحط بقى تحت انما كم خط ونقول طب ايه المطلوب اذا كان ده اللي حصل. المطلوب ان احنا مره تانية استراتيجيتنا ايه. هل استراتيجيتنا ان انا اعرض صور جيده عن مصر للسائح فبالتالي بعتبر ان ده تسويق سياحي لمصر. اظن ان السائح يعلم تماما ايه هي مصر لكن لابد ان يكون في بقى حاجات مكمله لهذه الصوره. الصوره اللي انا بحطها عن مصر دي صوره جميله جدا لكن اكلمه عن خرائط عن مصر لازم اكلمه عن نقل ومواصلات جوه مصر ازاي. لازم يكون الموقع ده في متكامل تفاعل مع السائح. الموقع بتاعنا دلوقتي حاليا موقع جامد يعني انا اخش اتفرج على الصوره امشي. ما فيش من خلاله اقدر ان انا احجز مش لا مش بس لا مش عايز احجز. الحجز حاجه في الاخر خالص اتفاعل بس اسال سؤال حد يرد عليا اجد نوع من انواع التفاعل. احنا بنقول ان الموقع السياحي الذي لا يوجد عليه تفاعل هو موقع ميت كل ما تحمله كلمه ميت من معنى. فبالتالي احنا موقعنا ما زال ميت. انا اامل طبعا ان يكون في استراتيجية كاملة للموضوع أن يكون بس الإطلاق التجريبي اللي حصل من الأسبوع فات ده يكون مجرد خطوة ويكون في استراتيجية كاملة للموضوع. أنا 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 بحكم عليه على ما أراه. الله أعلم إيه اللي بيحصل في المطبخ لكن عايز أقول أن أنا في الفيديوهات يعني أنا ما ينفعش يكون عندي موقع سياحي 55% من المحتوى العالمي دلوقتي السياحي هو فيديوهات. طب فيديوهات برضو صامتة؟ لا لازم تكون فيديوهات فيها حياة. يعني إيه فيها حياة؟ يعني فيها بشر. يعني احنا لو بخصنا في الموقع اللي اتعمل ده ورجعنا كل الصور حاجة تقريبا لا يوجد بشر موجودة في الصور. انا بصور مواقع وده لا يكفي لابد ان يكون هناك لمسة بشرية في الموقع. لازم انا احس ان انا في بني ادمين زارة الموقع ده. لازم احس ان في برامج. انت بتقترح علي ايه؟ انت بتقول لي مصر دي جميلة قوي. طب لما احب اخد 3 ايام اخدهم فين؟ قول لي ايه اكتر البرامج مبيعا في مصر. ما بقولتش انك تبيع. انت الدولة مش من حقها او مش دورها ان هي تبيع.
برامج سياحية، لكن دورها تماما أن ترشد السائح عن كل ما يدور في ذهنه من أسئلة. نعم. طيب اسمح لنا بس في مداخلة هاتفية الأستاذة أميمة الحسيني معنا عبر الهاتف، المتحدثة باسم وزارة السياحة. أستاذة أميمة أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. يعني إحنا اليوم نتحدث عن السياحة الإلكترونية وتأثيرها في تنشيط حركة السياحة في مصر، وخاصة أن وزارة السياحة أطلقت البوابة الإلكترونية الجديدة للسياحة عبر الإنترنت. تعليق حضرتك حول هذا النوع من السياحة ودور وزارة السياحة في تفعيل هذه البوابة لتنشيط السياحة. لا أنا عايزة بس أستأذن حضرتك، إحنا ما أطلقناش البوابة، إحنا أطلقنا مرحلة أولى. نعم. قلت تجريبية. من البوابة، وده عشان سعيا يعني الوصول لبوابة إلكترونية متكاملة لتنشيط السياحة المصرية. هي ستتم على مراحل. هتتم على 4 مراحل. نعم. يعني المنتظر ان هي تنتهي بشكل نهائي في خلال فترة قد ايه؟ لا مش عارفة يعني خلال فترة قد ايه، لكن يعني مفروض ان في خلال السنة دي ان شاء الله. ان شاء الله. لكن دي مجرد اول مرحلة بس، وبتهدف اساسا لدعم وتنشيط الموارد السياحية بقى من خلال انا كنت سمع الضيف بتاع حضرتك دلوقتي ان احنا بنعرف العالم الدكتور بالاماكن السياحية في مصر والسياحية وجذب عدد من السياح لزيارة المزارات السياحية. لكن أنا سمعت الدكتور يحيى وهو بيتكلم عن ضرورة وجود أشخاص أو أفراد عشان يبقى في حركة على الموقع، وده طبعا متفقة معاه تماما. نعم. وده طبعا كله هيتعمل، لكن إحنا لسه بادئين، فاللي إحنا مورينه بس دلوقتي أو اللي هو المؤتمر الصحفي لما تعمل كان مجرد بس إن إحنا بنستعرض البوابة دي هتبقى او شكلها ايه، ده مش شكلها النهائي. فانا متفقه تماما انه لازم طبعا يبقى في نوع من التفاعل. نعم. طب دكتوره اميمه، يعني اسمحي لي، يعني البعض يرى ربما ان اطلاق مثل هذه البوابه من وزاره السياحه ربما يعطي تنافس مع الشركات الاخرى السياحيه المصريه الاخرى، والتي في النهايه هي تعمل تحت مظله وزاره السياحه، وانها يعني ربما تسحب يعني تقلل من التوافد على هذه الشركات. طبعا يا فندم الموقع ده بيخدم على الشركات زي برضه ما ضيف حضرتك احنا مش جهه بيع. نعم. احنا دوله، احنا ما بنبيعش حزم سفر. نعم. احنا اللي بنعمله حضرتك ان احنا بنشجع السائح ان هو يجي، السائح اللي بيجي سواء عن طريق منظم رحلات او الوكيل السياحي او اللي هو بنسميه STI اللي هي السياحه المنفرده، الناس اللي بتيجي لوحدها كعيله 4 اشخاص كشخصين كشخص واحد، لكن دي ما فيهاش التنافس، وممكن يبقى بين الشركات، ودي حاجه كويسه ان احنا بنخلق ميزه تنافسيه بينها وبين بعضها عشان تنزل برامج كويسه لها. لكن احنا ما بدنا الشركات، احنا الدوله لا علاقه لها ببيع المنتج، احنا لينا ترويج المنتج بس. نعم. طيب أستاذة أميمة، حضرتك شايفة أن البنية التحتية يعني للإنترنت في مصر بتسمح بهذا بترويج أو زيادة هذا الحجم أو النوع من السياحة الإلكترونية في مصر؟ البنية التحتية تقصد بيها حضرتك؟ بالإنترنت، يعني قوة الإنترنت في مصر، هل وسرعتها واستجابة يعني السائح لما يدخل على الموقع ويحاول تحميل الموقع والصور وما إلى ذلك، حضرتك شايفة أنها على استعداد لتلقي مثلا ضغط كبير من الزائرين؟ بدون شك إحنا كمان عاملين حضرتك البروتوكول ده مع وزارة الاتصالات. نعم. وطبعا بدون شك لأنه في مواقع تانية كتير قوي قوي الناس بتحمل منها، وطبعا وبتقدر تتصل لما تصبوا إليه بدون مشاكل. يعني لا طبعا البنية اللي تخص التكنولوجيا عندنا طبعا تسمح. نعم. طيب احنا طبعا عارفين ان كلما كثر استخدام والاعتماد على الالكترونيات بتقل اكثر الاعتماد على الايدي العاملة والبشرية، حضرتك شايفة الى اي مدى هيؤثر هذا النوع من السياحة على الايدي العاملة في السياحة، خاصة انه بيعاني بالفعل من الركود؟ لا بس انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، معلش يعني احنا طول يعني من سنين طويلة واحنا عندنا موقع، والاتجاه دلوقتي الاكثر هو في استخدام الانترنت، يعني حوالي من الحجوزات دلوقتي بتتم عن طريق الانترنت. فدي يعني الموقع، انا بقول لك ان ده موقع جديد، وعندما هو تطوير
للموقع السياحي اللي كان عندنا قبل كده، اللي كان عند الوزاره قبل كده، لكن ما هواش اقصد حاجه جديده. يعني احنا بس مقسمين مثلا منتجات سياحيه عندنا ثقافيه روحانيه طبيعه وحياه بريه انشطه رياضيه، يعني جميع انواع الانشطه مقسمينها المناطق لاربع مناطق. نعم. وهيستفيد منها حضرتك ناس كتير جدا، وكالات السفر في الخارج في الداخل، السائحين، وكالات الدعايه حتى والاعلان، السائح المحلي نفسه هيستفيد منها، المدونين، نعم، الصحافة، التعليم والثقافة السياحية، يعني في أقصد كذا كذا طرف هيستفيد منها. فده مجرد إن هو تطوير للموقع، ومفروض طبعا إن هو يأثر إيجابيا وإنه يجذب أعداد أكتر من السائحين عما كنا عليه في الماضي. نعم. هل في تركيز على نوع سياحة معين في من خلال الموقع؟ لا مفيش يعني تركيز، بس طبعا هيبقى بالأكتر طبعا السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية، لأن دول نعم. أكتر نوعين سياحة، والترفيهية بقى بتشمل بقى حاجات كتير قوي، سواء الأنشطة الرياضية أو المنتجعات الصحية والاستشفاء أو البحر والشمس، أي أنشطة مائية، كل ده بيدخل تحت الترفيهية والأنشطة نعم. طبعا الثقافية والسياحة الثقافية. نعم. يعني في النهاية بشكر حيك، شكرا جزيلا الأستاذة أميمة الحسيني المتحدث باسم وزارة السياحة، شكرا جزيلا لك. دكتور يحيى، يعني كما سمعنا من الدكتورة أميمة أنها شايفة أن إطلاق مثل هذا النوع من السياحة لا يؤثر على عدد العمالة في القطاع السياحي، رأي حضرتك إيه؟ طبيعي حقيقي، فعلا أنا أتفق مع الأستاذة أميمة، كل ما قالته عن الناحية السياحية وعن فنطه حتى حتى أنا أتفق معها فيه 100%. نعم. اللي أختلف معها فيه بس هي البنية الأساسية الإلكترونية، وهل إحنا الإنترنت بتاعنا مستقر وسهل ورخيص لدرجه انه يدعم ان انا اقوم بدور التسويق الالكتروني الجيد. انا نعم. اختلف معاه اختلاف كل جزء طبعا في كده. انا خبير سياحي يعني بشتغل بايدي زائد ان انا دارس، فاقدر اقول لحضرتك لا احنا طبعا بعيد جدا في الانترنت عن ان احنا ندعم مثل هذا النوع من التسويق الالكتروني القوي، وان احنا نسمح للشركات وللناس ان هي تقدر تكون فعلا منافسة عالمية قوية لهذا النوع من السياحة. أما سؤال حضرتك اللي هو هل يا ترى التسويق الإلكتروني يؤثر على عدد العاملين في مجال السياحة؟ أبدا بالعكس. أنا عايز أقول لحضرتك أن التسويق الإلكتروني ده لو تخيلي حضرتك تشوفي المعمل جوه التسويق الإلكتروني قد إيه ناس بتشتغل وقد إيه ناس يعني بتبذل جهد في كل جزئية من الموقع السياحي، هتجد أن الموضوع بالعكس محتاج عمالة أكتر بكتير جدا من التسويق الطبيعي. التسويق نعم. الطبيعي كان عبارة عن أن أنا أعمل إعلان في التلفزيون، أعمل إعلان في الراديو، أعمل إعلان في الجورنان وخلاص الموضوع انتهى. لا تتخيلي حضرتك الجهد اللي بيبذل في التسويق الإلكتروني في المحتوى السياحي، في محتوى الصور، محتوى الفيديوهات، في محتوى الكلام، في تسويقه نفسه، في أن أنا أفهم جوجل بيسوق إزاي. الموضوع متعدد الخطى إلى درجة حضرتك ما تتخيلهاش، وبالتالي نعم. على وجه الإطلاق هو مش ضد العمالة، بالعكس ده بيزود العمالة ثم بيزود عدد السائحين اللي هيجوا اللي شغلوا العمالة. نعم. فمن ناحيتين سواء من الإعداد أو من التنفيذ كلاهما هو بيزود وبعكس بيدي أكتر قدر العمالة. طب هل في قانون في مصر بيحكم عمل السياحة الإلكترونية؟ لا للأسف الشديد، وأنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا كمنظمة دولية كنا قابلنا رئيس مجلس الشعب زمان خالص في 2009 مثلا، ولما اتكلمنا في هذا الموضوع وقلنا له ان دول العالم كلها بدات تحط قوانين للانترنت وان السودان سبقتنا في ذلك، فقال انا قدامي لسه حزمه من القوانين طويله جدا، احتاج ان انا عشان اوصل للقانون الانترنت ده محتاج 10 سنين. نعم. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى، يمكن اخونا محمد عبد المقصود وعمرو صدقي اعضاء مجلس النواب وهم بيمثلوا القطاع يكونوا دلوقتي حاليا اقدر على ان هم يسرعوا شويه بهذه الخطوات، لان احنا محتاجينه جدا، محتاجين حق السائح نحتفظ بيه وحق المقدم الخدمة، كل حقوق الانترنت مليان حقوق، فلا بد أن نضمن حقوق كل الناس من خلال قانون قوي. زي ما بقول برضو تاني احنا مش هنخترع العجلة، قوانين دي موجودة في كل العالم، احنا بس ما في الموضوع هنفعل هذه القوانين عندنا. يمكن ده برضو هياخدنا الموضوع ان هناك افراد بيقوموا بانشاء شركات سياحية فقط على الانترنت وليس لديهم اي على الواقع شركات على الواقع، وتسيء جدا لمصر وتسيء جدا للتسويق الالكتروني في مصر، ودي بقى هي المنافسة غير شريفة، لان حاجه بتقولي ان الوزاره لما تعمل موقع، لا ده الوزاره لما تعمل موقع فعلا بتساند شركات السياحه. الموقع السياحي للدوله هو اكبر موقع يساند شركات السياحه ويساند الفنادق ويساند الطيران، هو ده الطبيعي. انما لما اجي اقول بقى ان الاشخاص اللي من تحت السلم اللي يطلع يعمل برنامج او يحط برنامج ويسوقه من على الانترنت، ده في منتهى الخطوره طبعا.
نعم. طب حضرتك حجم السياحة الإلكترونية في مصر مقارنة بالسياحة التقليدية قد إيه؟ والله لا، إحنا في مصر عندنا للأسف شديد لا توجد إحصائيات خالص، يعني إحصائيات عن السياحة الإلكترونية. أنا كمنظمة بأسعى بقدر المستطاع أنا أقدر أقول لك الأرقام العالمية، الأرقام العالمية مستقرة في هذا المجال، لكن المجال في مصر عندنا عشان نقدر نوصل لأرقام الموضوع شوية صعب قوي. إحنا عايز أقول لحضرتك إن السياحة الإلكترونية دلوقتي بتمثل 39% من حجم السياحة العالمية كلها. حجم السياحة العالمية إحنا 2012 عدينا مليار سائح، دلوقتي مليار وربع تقريبا، وعندنا تقريبا 3.5 مليار مستخدم الانترنت على مستوى العالم، وفي 39% من العملية السياحية بتتم بالكامل من خلال التسويق الإلكتروني. فده أقدر أقول لحضرتك ده عالميا معروف. يمكن التسويق الإلكتروني كان عامل كبير في انتشار ونجاح هذا النوع من السياحة. ما فيش شك طبعا، هو معامل. هو بص حتى إحنا التسويق الإلكتروني أو التسويق التقليدي إحنا بنروح ورا السائح. السائح بيستخدم إيه؟ إحنا بنتكلم دلوقتي مع حضرتك مع الأستاذ أميمة ومع وزارة السياحة عن موقع الوزارة. احنا لو ما نكون بنتكلم عن موقع الوزاره الان احنا متاخرين قوي. انت حضرتك عارفه دلوقتي ان الموبايل، ما يمكن كنت هقول ان هي مرحله متاخره في توقيت الموبايل. الموبايل سمارت فون والموبايلز اصبحت تمثل 42% من حجم التسويق الالكتروني. فانا بتكلم، وكانت 30% سنه 2012 بقت 42% دلوقتي. فانا لما بكون بتكلم عن موبايل 42% وانا لسه بنتخانق او بنتناقش او بنتكلم عن بس تجريبي مبادره تجريبي لموقع عن مصر، هيتكلم عن مصر وحلسه هنعمله على 4 مراحل. انا والله لا اهاجم، بس عايز اقول ان احنا عايزين نكون خطواتنا اسرع من كده، ويا ريت ان احنا نقدر نستعين بكل الخبرات اللي عندنا. انا ما اعرفش طبعا، انا بقول لحضرتك انا بعيد خالص عن المطبخ فما اقدرش اعرف ايه اللي بيحصل، انما ما اعرفش مثلا حد زي وائل غنيم مثلا. ده وائل واخرين من جوجل مصريين وموجودين كانوا بيشتغلوا في شركه جوجل ولهم يعني دور كبير قوي. يا ترى الناس دي فين؟ موجوده ولا مش موجوده؟ بتساعد ولا ما بتساعدش؟ استعانه بيهم. احنا طبعا عندنا يعني خبرات كبيره جدا في مجال الالكترونيات عامه. طيب دلوقتي اطلاق هذا الموقع ب 14 لغه تقريبا، هيك شايفه ازاي هيساعد في شيء طبيعي جدا. انا عايز ان هو يطلق باكثر من 14 لغه، وعايز زي ما قلت لحضرتك الاهم من الاطلاق ان يكون في تفاعل، لان السائح لما يخش يلاقي لغته مكتوبه بس على الانترنت من غير ما يجد حد يتفاعل معاه، فبيحس ان هو داخل في محل، عارف حاجه ما تخشي محل جميل جدا وفي كل معروضات ومفيش حد يساعدك. فاظن بيحصل معانا كتير لما نكون في اي محل وعايزين حد يساعدنا، نساله على حاجه في اللبس حتى ما نلاقيش حد فبنتخنق. فبقى حضرتك انا بقى قاعد قدام الكمبيوتر وعايز اسال سؤال او اعرف معلومه او اعرف برنامج او اشكي شكوى، ما لاقيش حد يسمعني. طيب ماذا تحتاج مصر لتحقيق تقدم في هذا النوع من انواع السياحه الالكترونيه؟ التدريب ثم التدريب ثم التدريب. لازم يكون عندنا فهم عالي جدا للفكره وتبني ليها، ثم تدريب قوي جدا ليها. من غير تدريب ليها الناس مش هتقدر تعرف ابدا اهميه الموضوع. لازم حد يلفت نظرهم ويكون حد فاهم وياخد بايدهم ويوري الناس كلها اهميه هذا النوع من التسويق الالكتروني الان. طيب يعني حضرتك شايف شكل الموقع ازاي اللي يليق باسم مصر؟ ما انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش هنخترع العجله. احنا يعني انا شخصيا لما حبيت اقيم مع الكلام ده شاركت مثلا معايا جيمي ميرفي اللي هو احد اكبر اسماء الخبراء السياحيين في العالم كله في السياحه الالكترونيه. ففي خبراء ولازم نقعد ونسمع ونشوف. في ناس انا بكتير على سلوفينيا، انا مش هتكلم على فرنسا ولا 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 انجلترا ولا اسبانيا، انا اقول لك سلوفينيا عامله موقع وعامله اكتيفيتي انشطه على الانترنت، يا ريت احنا ناخدها ك يعني دراسه ونشوف سلوفينيا عامله ايه ونحاول نعمل زيها. طيب هو في احصاء بيقول ان 25% تقريبا من التسويق السياحي بيتم من خلال التسويق او السياحه الالكترونيه. 25% ده جوه مصر ولا على مستوى العالم؟ لا على مستوى العالم. بص حضرتك مستوى العالم احنا عندنا ارقام دايما، لكن انا بدي حضرتك رقم بقول لحضرتك ارقام المنظمه الدوليه للسياحه الالكترونيه، المنظمه العالميه للسياحه. فانا بدي حضرتك ارقام اكيوريت. في ناس بتقول 25، في ناس بتقول 44، في ناس بتقول 43. انا اقول لحضرتك الرقم اللي انا اقدر اطمئن له تماما هو 39% من حجم السياحه العالميه كلها هو تسويق الكتروني كامل. طيب بعيدا عن موقع وزاره السياحه، حضرتك شايف ان الشركات السياحيه استطاعت انها تضع قدمها على اول طريق النجاح في هذا النوع من السياحه؟ نحبو ما زلنا نحبو فعلا. الموضوع محتاج جهد كبير جدا من الشركات وتدريب كبير جدا من الحكومه للشركات وبنيه تحتيه اساسيه مهمه جدا جدا جدا. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا لو هنتكلم عن السياحه في مصر وهنتكلم عن التسويق الالكتروني او التسويق التقليدي او عدد السائحين او كل الكلام ده كله، عايز اقول لحضرتك ان احنا ده كله في وادي، والمواقع والمزارات السياحيه نفسها في وادي تاني. اهم شيء
هو الاهتمام بالمزار السياحي نفسه. الهرم وهو أكبر مزار سياحي في العالم، أنا أظن أو أحسب أنه من أسوأ المزارات السياحية في العالم. فإحنا لو حبينا كمان أن إحنا نكمل المنظومة لابد أن إحنا نهتم بالمزارات نفسها نظافة ووصولا إليها بسهولة وتعامل جواها كويس. ويعني أنا عايز أقول حاجة، أن الهرم يعني يستحق أن يكون 10 أضعاف اللي هو فيه دلوقتي. طب حضرتك شايف ان لو تم التركيز بصفة كبيرة في الفترة القادمة على السياحة الإلكترونية ده هيساهم بشكل كبير في انعاش السياحة في الفترة القادمة؟ مفيش شك، لان هو السائح نفسه بيستخدم السائحين عالميا، يعني 80% من السائح دلوقتي على مستوى العالم كله لابد ان يستخدم الانترنت في جزء من الحجز او الرحلة، تنظيم الرحلة بتاعته، يا اما يدخل يقارن يا اما يدخل يحجز جزء منها. 80% نعم. عايز اقول لك منهم بيستخدم الانترنت في احد المراحل. فبالتالي لما انا اسيب ال 80% دول وابدا ادور على ال 20%، انا بدور على حجم صغير قوي قوي قوي، وبعدين بيتحكم فيه التور اوبريتورز، يعني المنظم السياحي العالمي بيتحكم. يعني لما اجي حضرتك مثلا تركيا فيها مشكله، نعم، وانا سائح النهارده عايز اروح تركيا، مين اللي بيوجهني؟ شركه السياحه نفسها او المنظم، بيقول لي روح المغرب، روح مصر. لكن السياحه الالكترونيه انت بتتحكمي، نعم، انا كسائح وانا كمنظم مع بعض بنتحكم في الموضوع. فانت المفروض ان احنا نروح دايما للحته الاسهل والأقدر والأسرع. طيب حضرتك شايف أنهي مجال في مجالات السياحة المتعددة اللي بتوفرها مصر محتاج التركيز عليه في الفترة القادمة، لأن يعني ده هو مستقبل السياحة كما يقال؟ إحنا بص حضرتك، إحنا منتج سياحي في مصر متكامل إلى أخضرك، لا يوجد منتج سياحي في العالم كله متكامل على مدار السنة، وفيه سياحة ثقافية ثم سياحة ترفيهية، سياحة شواطئ وسياحة علاجية، مش حاجه ناقصه خالص. نعم. فانت هتقولي اهتم بايه؟ انا لازم اهتم بكل حاجه، انا عندي متخصصين يستطيعوا ان يهتموا بكل حاجه، ولازم ادي كل الثقل لكل انواع السياحه. طبعا الثقافيه هي رقم واحد، لان الثقافيه هي مصر بتتميز بيها جدا، لكن نعم، زي ما قالت الاستاذه اميمه، الترفيهيه على نفس المستوى وعلى نفس الثقل من السياحه الثقافيه. طيب يعني يمكن كان في خبر من ضمن اخبارنا اللي قلناها النهارده في اخبارنا السياحيه، ان الامارات حصلت على المركز الاول في سوق السياحه، ومصر كانت المركز الرابع تقريبا. انا وحضرتك قلت وانت بتقول الخبر، والله العظيم حصل لي يعني نغصه. الامارات احنا طبعا نتمنى الامارات المزيد من التفوق بالطبع، لكن بشكل انا اتمنى كل الدنيا. ازاي تتراجع مصر لهذا المركز؟ انا اتمنى كل الدنيا، بس عايز لما احط مقارنه اقول الامارات عندهم ايه يبقوا مزار سياحي وانا عندي ايه عشان مزار سياحي. هو بيبذل صح كام؟ بيبذل جهد قد ايه؟ يعني في حين ان الامارات ما عندهاش اي اثار، يعني ما عندهاش اي اثار خالص، كلها بنيه اساسيه قويه. انا عشان كده بقول حاجه، انا اهم حاجه اهم عندي من التسويق الالكتروني والتسويق الطبيعي، انا لما اجيب السائح حضرتك سائح واحد ويرجع يتكلم عن مصر كلام كويس، عن الهرم، انه راح زار الهرم بسهوله وبيسر، محدش اتحرش بيه ولا حد ضايقه، وان هو خد المزار بتاعه بمتعه، اهم مليون مره من 100 موقع الكتروني لشركات السياحه والمواقع وزاره السياحه بيسموها الورد اوف ماوس. دي هي اهم حاجه ربنا خلقها. فهو اللي بيروح الامارات ده بيرجع يشكر، بيشكر في ايه؟ بنيه اساسيه قويه جدا، انا بستخدم الانترنت هناك خدمه مميزه بطريقه، يعني انا اقول لحاج ان اختلفت مع زي ما فقط في الانترنت، حاجه قارني الامارات مع مصر في الانترنت، فهنتكلم في ايه؟ فانا اتمنى، طبعا مش اتمنى، لان احنا بنتمنى مصر هي اقدر بلد في الشرق الاوسط تقود صناعه السياحه بلا ادنى منازع، مع كافه احترامي لتركيا ومع كافه احترامي للمغرب ومع كافه احترامي لكل المقاصد السياحيه الاخرى، نحن رقم واحد بلا منازع، نحن مقصرون في حق انفسنا. طيب هو وزير السياحه ايضا كان ليه تصريح ان السياحه المصريه حققت مؤخرا تقدما اكثر من المتوقع، هل تتفق مع هذا التصريح؟ والله بص حاجة، انا زي ما قلت لك الارقام عندنا في مصر ارقام مش واضحه، وانا ما اقدرش احكم على يعني ابدا اقول ان الكلام اللي بيقوله ده صحيح 100% او خطا، لكن اكيد ان معالي وزير السياحه لما يقول الخبر زي كده فهو طبعا لازم يكون عنده مصداقيه، مش ممكن يقوله من غير مصداقيه. طيب هو اشار ايضا في تصريحه لنقطه مهمه جدا، الاعلام ودوره في تشويه صوره مصر او النقد بصوره سواء ايجابيه او هدامه، هيك رايك ايه في دور الاعلام في صوره مصر في الخارج؟ اختلف تماما. بص حضرتك، الاعلام بتاعنا تأثيره على السائح اللي بره، عشان أقول إن هو تأثير مباشر أو غير مباشر، مش موجود. السائح هو نفسه هو المؤشر الحقيقي وهو المؤثر الحقيقي. فحضرتك السائح لما بيرجع من هنا هو اللي بيقول، مهما نقول 100,000 خبر، يعني أنا معالي وزير السياحة بيقول أنا عايزنا نقول أخبار كويسة، لو قلت مليون خبر كويس عن مصر مش هيجيب سائح واحد أو مش هيأثر في سائح واحد زي ما سائح زيه بيرجع يقول
عشان كده هنرجع تاني لا هو يمكن يتحدث عن ان ربما قيام بعض وسائل الاعلام بترويج لصوره خاطئه لمصر من الزاويه الامنيه والاقتصاديه والسياسيه وما الى ذلك، ده بيدي صوره سلبيه حول الاوضاع في مصر، بيدي صوره سلبيه فبالطبع لكن ثقله اقل بكتير جدا من ثقل السائح اللي راجع يقول. عايز اقول لك يعني انا مش عايزين اعلق عشان ما عليك، احنا اصلا عايزين نجيب اصلا السائح عشان السائح عشان يطلع يقول. ما انا اقول لك السائح نفسه لما يجي هنا السائح الواحد يرجع يجيب 100 يورو، لكن الخبر مش هيطفش 100، مش هيمشي بيه. أنا عايز أقول لحك إن الموضوع مهم والله، بس مش ذات أهمية إن أنا السائح، أهم حاجة معاملته كيف يعامل السائح في مصر حتى يكون هو نفسه أحسن سفير ليا في التسويق السياحي. طيب يعني إحنا للأسف حلقتنا خلصت. الأستاذ الدكتور يحيى أبو الحسن الخبير السياحي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا النهاردة وتحدثنا بصورة مفصلة حول السياحة الإلكترونية. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والأسبوع القادم بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.